أننا لجأنا إلى المغاور والكهوف في عهد الظلم والظلام طوال مئات السنين ليسلم لنا الإيمان بالله وعبادته على طريقتنا في هذه الجبال وعلى هذه الشواطئ، ولتبقى لنا الحرية التي إذا عدمناها عدمنا الحياة. وتلاحق فريقا من أبنائها وتغمض العين عن فريق، وترهق أناسا منهم وتعف عن أناس، وتقتص من فئة من المواطنين لتقضي عن تجاوزات فئة أخرى. لقد قاسينا الويلات وثبتنا بنعمة الله وعونه، ولن تقتلع جذورنا وهي عميقة تضرب في أعماق التربة والتاريخ من هذا الوطن، وإنا بإذن الله لن نتخلى عن حقنا في أرضنا.